نيجي على الجزء التاني واللي هنتكلم فيه على ايه الكوماند اللي الواحد يقدر يستخدمها مع الاوبريتنج سيستم ده بحيث انها تسهل له الدنيا اكتر. فلو هنبدأ كده حابب الواحد بس يقول نقطة على سريع، لما تتعلم حاجة لأول مرة حاول دايما تتعلم ازاي افهم الحاجة دي شغالة، بحيث ان انا افهم بس هي شغالة ازاي، مش كل مرة هحتاج اني اتعلمها تاني. تعالوا نشوف الدنيا دي تبقى ماشية ازاي. طيب عارفين لما الواحد بيشتري حاجة جديدة بيكون موجود مع الحاجة دي زي كتالوج، أو نقدر نقول المانيوال اللي بيشرح بالظبط الحاجة دي شغالة ازاي، في نفس الوقت بيبقى موجود زي ملاحظة سريعة كده عن ازاي استخدم الحاجة دي من غير ان انا كل مرة ارجع اقرأ المانيوال من جديد. فعلى سبيل المثال حاجة زي ALS، لو انا حبيت اعرف ازاي الحاجة دي شغالة مجرد ان انا اكتب بس مان مسافة واسم التول ومان اختصار لمانيوال او الكتالوج الخاص بالحاجة دي واضغط انتر، هفتح الصفحة دي وهي موجود فيها كل حاجة خاصة بالتول دي، سواء من الاستخدام الاتريبيوت المختلفة اللي اقدر استخدمها معاها، وحتى لو في اي مشاكل فيها ازاي اكلم الاوثر او الشخص اللي كتب التول دي. طيب انا لو حابب ان انا استخدم التول لكن مش كل مرة هروح اقرأ المانيوال، هم ضافوا اختصار زي اللي قلنا عليه ونقدر نستخدمه عن طريق كتابة اسم الاداة وداش داش هيلب، يعرض لي صفحة على السريع اقل من المانيوال شوية بيظهر لي فيها ايه الارجيومنتس اللي الواحد يقدر يستخدمها مع التول دي، واحيانا بنستخدم داش اتش مش داش داش هيلب كلها، لكن في بعض التولز اللي الواحد بيستخدمها بيكون فيها داش اتش اصلا عبارة عن ارجيومنتس، فيستحسن انك تكتب دايما داش داش هيلب. وهنا مثال على اللي انا بقوله. خلصنا من المانيوال. الحاجة التانية لو انا بستخدم تول وعايز افتكر على السريع هي كانت بتستخدم في ايه التول دي او انا بستخدمها ليه، من غير بقى لما افتح المانيوال ولا حتى اقراه، مجرد ان انا اكتب وات از واسم التول اضغط انتر هيعرض لي بس وان لاين بيشرح فيه التول دي بتستخدم في ايه. طيب كده عرفنا انا لما بكون عارف تول لكن انا مش عارف هي بتستخدم في ايه ازاي اعرف الكلام ده. طيب لو انا في موقف نقدر نقول العكس، انا مثلا لو استخدمت تول النهارده مثلا بحيث ان انا اكراك بيها باسورد معين وجيت بكره مش فاكر التول دي كان اسمها ايه بس انا فاكر كانت بتستخدم في ايه، يعني عكس اللي احنا فيه بالظبط، اللي احنا فيه حاليا عارفين اسم التول لكن مش عارفين بتستخدم في ايه. طيب المره دي انا فاكر اني كنت بستخدم التول معينه في كراك باسورد لكن انا مش فاكر اسم التول دي، فمجرد ان انا اكتب ابريبو واكتب مثلا الحاجه اللي انا عايز ادور عليها وليكن كراك واضغط انتر هيسيرش في المانيوال اللي عنده الخاص بالتولز كلها، هيدور على كلمه كراك فلقى ان في هنا تول مثلا بتكراك الوايرلس وتول بتكراك الباسورد والى اخره. وبكده نكون عرفنا انا لما اكون على الاوبريتنج سيستم ده ازاي اعرف التولز دي بتستخدم في ايه، في نفس الوقت لو انا عايز ادور على فانكشن معينه مجرد ان انا اكتبها اعرف التولز اللي بتعمل الحاجه دي اسمها ايه. طيب خلصنا كده من الاوامر اللي بتسهل على الواحد استخدامه للاوبريتنج سيستم، نيجي على الاوامر اللي تخلي الواحد يتحكم بشكل اسهل مع الملفات والفايلز. فلو هنيجي هنا احنا عرفنا قبل كده ال ls تستخدم في ايه لكن ما قلناش ايه الارجومنت اللي الواحد يقدر يستخدمها مع تول زي دي. لو كتبنا مثلا على سبيل المثال ls-a ودي اختصار ل all فيعرض لي كل الدايركتوريز والفايلز اللي موجوده في المكان اللي انا فيه بما فيهم الفايلز المخفيه، والحاجة اللي بتبدأ بدوت تبقى هيدن، عرفت ايه منين وبتعمل ايه عن طريق المانيوال او الهيلب زي ما قلنا. هنلاقي ان هنا داش ايه اختصار لقول وده الشرح الخاص بالارجيومنت ده، ولما احب اتنقل ما بين الدايركتوريز بكتب سيدي واسم الدايركتوري واضغط انتر. وحاجة جميلة برضو هتوفر عليا نقدر نقول حرفيا ساعات من الشغل، انا مش كل مرة لما عاوز ادخل على مكان معين او اكتب اسم تول معين او دايركتوري اكتب اسمها كله، انا مجرد ان اكتب اول حرف منها هو هيكمل لي الباقي. تعالوا نشوف انا عندي هنا حاجات كتيره اهي، وحابب ان انا اخش مثلا على الفيديوز اكتب سي دي حرف الفي واضغط على زرار التاب يعمل لي اوتو كومبليت للحاجه دي، اضغط انتر الاقي نفسي دخلت جواها عادي، اطلع منها كلير ليس اروح على الديسكتوب لس. لو انا فرض ان انا حبيت امسح ملف معين او دايركتوري معين مجرد ان اكتب rm ويختصر لي ريموف واسم الفايل خلاص اختفى. تعالوا نجرب نفس الموضوع بالظبط مع الدايركتوري، نرجع واحده ورا عايز امسح مثلا الداونلود اكتب rm داونلود اضغط انتر يقول لي ان هو مش هيقدر ان هو يمسح الدايركتوري ده لان الدايركتوري يعتبر موجود جواه فايلز كتيره ودلوقتي فاضي، لكن هو في الغالب ممكن يحتوي على فايلز كتيرة
فانا مش همسح فايل واحد بس، لا ده انا كده همسح اكتر من حاجه، فلازم اديله بيرميشن لكده واقول له rm-r، وبكده قدر ان هو يمسح الداونلود. عرفت داش ار منين؟ كتبنا rm داش داش help، قال لي ان داش ار بتريموف الدايركتوري. مثلا الكلام ده حاجة على السريع برضو، لو انا كتبت امر طويل مثلا او اي امر، لكن انا حابب ان انا مش كل مرة هكتبه تاني، مجرد ان انا اطلع وانزل بالاسهم هيوريني زي ما نقول الهيستوري او ايه الحاجات اللي انا كتبتها قبل كده، وده هيوفر علينا برضو وقت. ولما احب اعمل دايركتوري بكتب mk اختصار لميك، dir اختصار لدايركتوري، اعمل ls هلاقي ان بقى عندي الداونلود تاني. وزي ما قلنا ان rm اختصار لريموف، عندنا برضو copy cp واكتب اسم الدايركتوري اللي انا عايز انسخه وليكن desktop واسميه مثلا disk 2. هيقول لي برضو ان ده عشان دايركتوري فانا ما اقدرش اتعامل معاه من غير ما تديني الارجيومنت بتاع داش r، هلاقي موجود عندي هنا. انا عايز الناس تاخد وقتها قدر الامكان في التعامل مع الكوماند البسيطه دي، مش مجرد ان انت خلاص شفت فيديو زي ده ومن غير ما تطبق عملي. صدقني لو استخدامك للاوبريتنج سيستم ده لاول مره فالموضوع ده مش هيثبت في دماغك ابدا من غير ما تجربه وتشوفه بايدك. نرجع للبرزنتيشن. طيب انا لو حابب ان انا اعرف الاي بي او نقدر نقول العنوان بتاع الماشين دي، لان شغلنا بعد كده هيكون كله على الماشينز، فلازم نبقى عارفين ازاي اعرف الاي بي بتاع الماشين دي. فلو كتبنا if config وده الكوماند اللي بيستخدم في معظم اللينكس سيستمز، ضغطنا انتر هنلاقي للاسف ما عادش موجود، وده من الابديت الجديد للسيستم، فبداله بنكتب اي بي ايه واختصار لادرس، ضغط انتر هنلاقي عرض لنا الاي بي الخاص بالماشين هنا. فلو حب كان من الناس اللي استخدمت الكالي قبل كده وجربت الكوماند ده لانه مهم جدا ما اشتغلش، فده البديل ليه. طيب نيجي على التعامل مع النصوص. لما الواحد انه يحب مثلا يفتح زي ما نقول كده نوت باد او اي تكست اديتور، عندنا فيم او نانو، ودول اشهر اتنين الواحد يقدر يستخدمهم. فمجرد انك تكتب اسم الاداة، اكتب نانو فلاج دوت تكست واكتب مثلا اللي انا عايزه كنترول اكس، اقول له يس، سيف اسم الفايل زي ما هو، اقول له اوكي، اعمل ls هلاقي موجود هنا. طيب ازاي اعرضه؟ مجرد ان اقول له كات واسم الفايل حتى لو باينري هيعرض كل الكاركترز اللي الواحد يقدر يقراها داخل الملف ده، اقول له انتر فبيعرض لي في التيرمينال نفسها محتوى او الكونتنت بتاع الفايل ده. ممكن برضه اقول له ايكو واقول له مثلا احمد فيطبعها لي تاني. خلصنا من الجزئيه بتاعت التكست وابسط الاوامر اللي اقدر اتعامل بيها مع النصوص جوه التيرمينال. لو هنتكلم على اليوزرز بقى، لو انا مثلا حابب ان انا اضيف يوزر، كل اللي انا هعمله هكتب اد يوزر، لكن قبل ما يكون عندي الصلاحيه ان انا اضيف يوزر لازم اكتب امر سودو قبلها، وسودو ده بيديني الصلاحيه ان انا ارن الكوماند از روت. هنشوف الكلام ده ازاي. لو اقول له انتر هيقول لي متاكد ان انت عاوز تعمل الكلام ده، وارجوك كن حريص قبل ما تنفذ اي اوامر معها السودو. وهنشوف في اخر الفيديو مثال بيوضح خطوره ان انا ارن التول كسودو او من غير سودو. اقول له كالي، نسينا نحط بس يوزر نيم، اقول له مثلا احمد انتر والباسورد. وعلشان اروح اليوزر نيم ده انا حاليا اسمي كالي، لو حتى قلت له هو ام اي يقول لي كالي، هعمل سويتش يوزر اس يو داش احمد، قول لي حط الباسورد الخاصه بيه، هلاقي نفس الوقت بقى اليوزر نيم بتاعي احمد، اقول له هو ام اي يقول لي احمد، اضغط اكزيت واطلع من اليوزر اللي انا فيه ده. طيب حابب اوضح نقطه على السريع كده بس خاصه بالسودو بما اننا ذكرناها. لو اروح لاحمد تاني واحط الباسورد واحاول ارن اي كوماند هنا باستخدام السودو، لو قلنا مثلا سودو اد يوزر نفس اللي احنا عملناه، كتبنا تيست ضغطت انتر، هيقول لي ان اليوزر احمد معهوش صلاحيه السودو، لان وانا بكرييت اليوزر اللي اسمه احمد في الاول هنا ما ضبطش الارجومنت الخاصه بالكوماند ده اللي بقوله فيها خلي لي اليوزر احمد مع صلاحيه الروت، وده حابب الناس تدور عليها وتشوفها وتضيف يوزر نيم خاص بيها ويقدروا يستخدموا فيه صلاحيه الروت. هطلع من هنا تاني. طيب نيجي على الجزئيه بتاعت ازاي ادور على فايلز معينه مثلا بداخل الاوبريتنج سيستم ده. اول امر عندنا هو which، لما اكتب which واقول له مثلا ls هيقول لي ان ls موجوده في المكان ده، اقول له مثلا sudo هقول ان سودو موجود في المكان ده.
لكن انا لو قلت له اسم فايل زي اللي مثلا موجود هنا اقول له دور لي على الفايل ده واقول له which flag dot text يقول لي انا مش لاقيه، لان which بيستخدم لو انا حابب بس ان انا ادور على التولز اللي اقدر ارنها خلال التيرمينال دي، وده كل وظيفته مش اكتر. طيب لو حابب ان انا بقى الاقي فايل زي دي، اسرع طريقة عندي هو الامر او الكوماند اللي اسمه locate، واكتب اسم flag dot text اقول له enter، لكن مش هيرجع لي اي ريزلت. طيب ليه؟ لوكيت بيستخدم زي داتابيز او نقدر نقول قاعده بيانات مسجل فيها كل اماكن الفايلز والدايركتوريز الموجوده في الاوبريتنج سيستم كله، لكن قاعده البيانات دي بتتحدث كل فتره لانها طبعا بتاخد زي ما نقول كده بروسيس عاليه، فما ينفعش انها تشتغل كل ثانيه مثلا، بس انا اقدر اعمل لها ابديت مانوال، اعمل لها ابديت، اكتب ابديت داتابيز او دي بي، اضغط انتر، لازم سودو، هنلاقيها بتاخد شويه وقت. هكتب نفس الكومن تاني اللي هو لوكيت وادور على الفايل ده لاج دوت تكست، هيقول لي ان هو موجود الروت بعدين هوم والكالي وده اسم الملف. طيب الامر الاخير عندنا هو فايند، وده يعتبر باورفول جدا، وده بسبب الفيتشرز اللي بيقدمها والواحد يقدر يستخدمها. انا مش بس ببحث عن الملف باسمه، انا اقدر ابحث عن الملف باي حاجه حرفيا خاصه بالفايل ده، سواء الاسم سواء البرميشن او تاريخ التعديل والى اخره. فقبل ما نستخدم الامر، انا اصلا يعني هحتاج في ايه ان انا ادور على ملفات جوه السيستم؟ عايز اقول لك ان الجزئيه دي مهمه جدا بخصوص الحته بتاعه البوست اكسبلويتيشن، لما انا احب ادور على ملف معين شغال كروت بحيث ان انا اكسبلويت ثغره جواه واقدر من ساعتها ان انا ارن كوماند از روت. مش عايزين نخش في تفاصيل، لكن حابين نعرف الناس هي ليه بتتعلم حاجه زي دي. هقول له فايند في المكان ده والدوت معناها المكان اللي انا واقف فيه بالاسم على فلاج دوت تكست، اقول له انتر، هيقول ان هو لقاه فعلا في المكان ده فايل اسمه flag.txt اللي هو موجود هنا ده. لما احب انقل الملف ده بداخل اي مكان تاني هقول له mv اختصار لي move، اقول له flag.txt واديهولي جوه download، واكتب نفس الامر بتاع الفايند تاني، هيقول لي ان هو لقاه جوه الداونلود، لقى الملف اللي اسمه flag.txt. clear. نرجع تاني. بالنسبة للكول لينكس سيرفيسز دي نقدر نقول ان هي زي ابلكيشنز بترن على الاوبريتنج سيستم، لكن على سبيل المثال الواحد يقدر ان هو ياكسسها من بره لانها مثلا بتقدم خدمه معينه. فعندنا ال HTTP وهو خدمه الويب زي ما احنا عارفين وبيرنها حاجه اسمها الاباتشي، وعندنا ال SSH وهي بتقدم لنا سكيور شيل. لو الواحد حب ان هو يستخدم السيرفيسز دي اول ما يشغل الكول لينكس هيلاقيها مش شغاله معاه، وده نقدر نقول من وجهه نظر خاصه بالسكيورتي شويه. طيب ليه؟ لان احنا عارفين اول ما شغلنا الاوبريتنج سيستم كان الديفولت يوزر نيم بتاعه كالي والباسورد كالي، فانا لو اتاكر وعرفت ان ده اوبريتنج سيستم لينكس وجربت ان انا الوجن عليه بالكريدنشال دي مش محتاج اعمل اي حاجه تانية، خلاص انا قدرت ان انا الوجن على السيرفر وكمان معايا صلاحيه الروت. فعشان كده جت الاوفنسيف سيكيورتي قفلت الكلام ده باي ديفولت، وتعودوا دايما اول ما تحملوا اي اوبريتنج سيستم على الانترنت لو ليه ديفولت يوزر نيم وباسورد دايما نغيرها. فلو انا حابب اغير الباسورد الخاصه بيا هكتب باس دبليو دي ضغط انتر، هيقول لي ايه الباسورد الخاصه بيك حاليا اللي كالي، ايه الباسورد الجديده، قول انها اتغيرت بنجاح. نيجي على الجزئيه بتاعه السيرفيسز تاني. كلير. وهنا انا لازم اتعامل معاها بالروت، فلو انا حابب اشغلها اكتب سودو سيرفيس اس اس اتش، لو ضغطت انتر قول لي انا مش فاهم، انا دي الاوبشنز اللي اقدر استخدمها مع الامر ده، ايه اللي انت حابب تعمله؟ اقول له الحاله بتاعتها ايه، انتر، هيقول لي ان هي ان اكتيف يعني مش متفعله. فعشان افعلها هقول له سودو سيستم CTL enable بحيث انها تتفعل على طول، اقول له SSH. بعد كده اقول نفس الامر تاني اقول له start، بدأت، هتأكد، هحط الامر اللي انا كتبته في الاول اللي هو بتاع SSH status ضغط enter، قال لي ان هي دلوقتي ايه active. تعالوا نجرب نلوجن عليها، الاول اعرف الاي بي، ده الاي بي بتاع الماشين، هلوجن عليها من بره اقول له SSH اليوزر نيم كالي at والهوست اضغط انتر، واللي هات الباسورد، قدرت ان انا لوجن عليها بنجاح. فشايفين خطورة الموضوع لو السيرفيس دي كانت شغالة باي ديفولت واليوزر نيم والباسورد كانوا هما هماهم، فانا كده قدرت ان انا لوجن على السيرفر بدون اي مشاكل. اقول له هو ام اي، يقول لي كالي، ولو قلت له السودو هو ام اي، اللي حط الباسورد قول لي روت، معناه ان انا كده اقدر ارن كوماند على السيرفر معايا صلاحيه الروت.
طيب نفس الموضوع بالظبط مع ال HTTP. نيجي على الجزئية الأخيرة وهي إزاي أتعامل مع الأبليكيشنز على الـ Operating System ده. طيب الـ APT لو نقدر نلخصها على السريع كده، أنت عندك تليفونك المحمول عليه مجموعة من الأبليكيشنز، وأنت لما تحب تحمل أبليكيشن معين بتروح تسيرش مثلا على جوجل بلاي أو أب ستور على أبليكيشن فلاني وبتنزله، لأنه مش منطقي يكون كل الابليكيشنز اللي موجوده على جوجل بلاي مثلا معمول لها انستول على التليفون بتاعك، لان رقم واحد مش منطقي من حيث المساحه، وبعض الابليكيشنز او السيرفيسز بتبقى اصلا راننج فبتستهلك من امكانيات الجهاز، فالموضوع بشتى الطرق، فعشان كده الموضوع ما ينفعش. فعندنا الاي بي تي نقدر نقول ان هي بستخدمها لما احب اتعامل مع الابليكيشنز بكل الطرق المختلفه. طيب كديتيلز هي بتشتغل ازاي؟ نقدر نقول على السريع ان انا عندي فايل على لينكس موجود جواه، نقدر نقول حاجه زي الاجنده كده، مكتوب فيها كل التولز والاماكن اللي يقدر الاوبريتنج سيستم يحملها منها، وكمان الفيرجنز المختلفه الخاصه بالتولز دي. فلو حابب ان انا اشغل التول دي اعمل كلير، نكتب sudo apt واعمل ابديت، وبكده هيعمل ابديت للتيبل دي او الاجنده اللي عنده اللي ما يسجل فيها كل التولز ويقدر يحملها منين والفيرجنز المختلفه منها، انما هو فعلا ما بيعملش ابجريد لاي حاجه، هو بس بيعمل ابديت للليسته اللي موجوده عنده. طيب هو كده فعلا عمل ابديت، نقدر نقول الليسته اللي عنده دي اللي مسجل فيها التولز ويقدر يحملها منين والفيرجنز المختلفه منها، انما ما عملش اي ابجريد لاي تول لحد دلوقتي. عشان اعمل ابجريد لاي تول بكتب نفس الامر، لكن بدل ابديت بكتب ابجريد. فلو هنشوف هنا هنلاقي ان دي كل الباكجز اللي يقدر يعملها ابجريد، وطبعا الموضوع هياخد وقت ودي المساحه المطلوبه. انا هقول له نو، اعمل كلير، نرجع تاني للسلايد. فاكرين لما قلنا ان لما بعمل ابديت بيعمل زي تحديث ل نقدر نقول كده جدول عندنا، وفي كل الابلكيشنز او الباكجز اللي اقدر احملها واتعامل معاها. فتعالوا نشوف لو انا حابب مثلا ان انا انستول ابلكيشن معين ازاي اسيرش عليه، وازاي هو ممكن مثلا يعرض لي معلومات عنه من قبل ما احمله. لو هقول له apt داش كاش اعمل لي سيرش على اباتشي 2، لو انتر هينزل لك كل الباكجز اللي ليها علاقه بالاباتشي. هيقول لي عنده حاجه اسمها اباتشي 2 وهو عباره عن اتش تي تي بي سيرفر. لو هقول له طيب اعرض لي معلومات عن الاباتشي 2 ده، هقول له اي بي تي شو اباتشي 2، هيعرض لي كل المعلومات الخاصه بالاباتشي 2، هو ايه والإصدارات المختلفة منه والحجم الخاص بيه وكل المعلومات دي. وبعد كده أقدر أعمله انستول عن طريق أكتب الأمر sudo apt install واسم الحاجة اللي أنا عايز أعملها install apache 2، أضغط enter. هيقولي إن هو موجود بس أنا حابب إن أنا أعمله upgrade لأنه لقاله upgrade موجود وده الحجم الخاص بيه. طيب أنا حاليا عملت install لأبليكيشن معين، لو حابب إن أنا أمسحه كل اللي أنا عليا إن أنا أعمله هكتب نفس الكوماند، لكن بدل انستول هعمل ريموف، اقول له يس. لو جيت اكتب اباتشي هقول لي ان الكوماند ده مش لاقيه، اعمل كلير. طيب هو كده عمل ريموف للابلكيشن نفسه. طب انا لو حابب اعمل ريموف للكونفيجريشن الخاصه بالابلكيشن ده، كل اللي انا هعمله هكتب apt remove داش داش perg واكتب اباتشي 2، هاخد sudo اقول له يس، وبكده شال كل الكونفيجريشن الخاصه بالاباتشي. كده اتكلمنا على الابلكيشن اللي اقدر اتعامل معاها من خلال الاي بي تي. طيب في بعض الابلكيشنز الواحد مش بيلاقيها مع الاي بي تي، فبيضطر ان هو بينزلها كباكج، فازاي يعملها انستليشن؟ مجرد ان هو يكتب دي باكج داش اي، وبعد ما يعملها داونلود يكتب اسمها هنا، يضغط انتر ويحصل لها انستول. نيجي على الدوكيومنتيشن. لو انا حابب ان انا اتعمق اكتر في الجزئيه بتاعه الكالي لينكس وافهمه بشكل افضل، الشركه مقدمه شهاده التدريب بتاعها مجاني بتسجل عليه على موقع الكالي لينكس، لكن سعر الشهاده نفسها بيحتاج مبلغ تقريبا $450 لانها بتعتبر معتمده وفي مراقبه على الامتحان، والبروسيس دي كلها بتحتاج فلوس، ودي الريسورسز اللي الواحد يقدر يبص عليها، ده موقع تريننج وده الدوكيومنتيشن الخاص بالكالي لينكس نفسه. يعني نقدر نقول المرجع الاساسي لو انا حابب اعرف اكتر عن كال لينكس، وده الفورم لو قابلتني اي مشاكل ولو في اي اخطاء لاحظتها وانا بستخدم تولز معينه اقدر ابلغها على الموقع ده. وبكده نكون خلصنا حلقه النهارده. ناخد ريكاب سريع، عرفنا في الاول خالص ايه هو الكال لينكس وازاي نحمله ونتاكد اذا كان سليم او لا، والمنيو متقسمه جوه ازاي، والبيزك كوماند اللي اقدر استخدمها مع الاوبريتنج سيستم ده وازاي هتوفر عليا وقت ومجهود،
وايه الفرق ما بين الاوبريتنج سيستم ده والويندوز العادي اللي انا بستخدمه، وايه السيرفيسز اللي شغاله واللي هي معموله ديسيبلد باي ديفولت، وازاي انستول تولز على الاوبريتنج سيستم ده وصولا للدوكيومنتيشن لو حابب ان انا اعرف اكتر عن الكوالي. وده زي اكسرسايز بسيط للناس عشان تبدا تجرب نفسها وتعرف اكتر عن الكوماند وازاي بتستخدم.